احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الاوبئه. دكتور مساء الخير واهلا وسهلا بيك في برنامج 90 دقيقه. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذه هبه وكل مشاهدين 90 اهلا دقيقه. وسهلا بحضرتك. اولا عايز اخد رايك في النسبه العاليه النهارده اللي تم الاعلان عنها، اللي هي 85.7% معدلات شفاء بمستشفيات العزل. قد ايه ده ممكن نقول انه ليه دلاله معينه، والرقم ده مقارنه بالارقام في الدول اللي حوالينا، او يعني بشكل دولي بنقيمه ان هو مرتفع او متوسط، حضرتك بتقيمه ازاي؟ دي نقطة كويسة نبدأ بيها. يعني احنا الحمد لله معدلات الشفاء ارتفعت في الموجة الخامسة، ده احنا الحمد لله الأسبوع اللي فات لأكثر من عامل، أولهم إن بروتوكولات العلاج نفسها بقت متوفرة في كل المستشفيات بدري. احنا بقى عندنا بروتوكولات محدثة، بقى عندنا السنة دي 2022 خمس أدوية جداد موجودين في البروتوكولز، سواء المونوكلونال أنتيبوديز اللي هي مضادات الأجسام الجاهزة بتتاخد في الأول، والادويه اللي بتتاخد عموما كلها تقريبا تصنيعها في مصر ما عدا دواء واحد بنستورده، فبقى الافيلابيلتي او الامكانيه بتاعتها والوصول ليها بقى سهل. الحاجه الثانيه ان الناس اتعودت، الناس عرفت الحمد لله ان اول ما بيجي له اعراض معينه امتى محتاج يروح المستشفى وامتى محتاج ان هو يبدا العزل المنزلي او ان هو يتعالج في البيت. خلاص دي الموجه الخامسه. والحاجه الاخيره وهو عامل خارجي، ان الحمد لله ان اوميكرون هو نص الشراسه بتاعه دلتا في المعدلات العالميه، وفي مصر احنا مش مختلفين عن المعدلات العالميه. صحيح الانتشار بتاع اوميكرون اعلى بثلاث مرات، فبالتالي لسه في نسبه موجوده في المستشفيات، بس احنا بما اننا في نهايه الذروه والارقام ابتدت تقل الحمد لله، نسب الشفاء بقت عاليه. ان احنا ان شاء الله في خلال اسبوعين من دلوقتي الموجه نفسها تبتدي تخلص. احنا دلوقتي في فتره راحه لمده شهرين قبل ما يبقى في موجه سته، وغالبا الموجه السته هيبقى موجه خفيفه للغايه باذن الله، سواء كان فيها تحور اخف او بنفس اوميكرون. والحاجه الاخيره هي معدلات التلقيح، يعني احنا ابتدينا ندخل في معدلات عاليه في اللقاح في مصر. الحمد لله احنا دلوقتي ما بقاش عندنا المشكله بتاعت اتاحه اللقاحات اللي كانت موجوده مثلا في الموجه الثالثه، الناس كلها بتاخد اللقاحات والبوستر والجرعه التعدديه الثالثه، فكل العوامل دي ساعدت الحمد لله الجاهزيه بتاعت المستشفيات والبروتوكولات، والناس نفسها بقت فاهمه الوضع اكتر. والناس الحمد لله بفضلكم وبفضل الاعلام ان بقى الناس بقت بتروح وتاخد التطعيم، ما بقاش عندنا مشكله في اقناع الناس ان التطعيم مهم. ادينا شايفين ان فعليا حتى ضد اوميكرون اللي واخد التطعيم فرصه دخول المستشفى اقل ب 65%، فبالتالي العوامل دي ساعدت الحمد لله بالشفاء اللي احنا شايفينها، وهي مش مختلفه الصراحه عن النسب العالمية. بالعكس احنا الحمد لله اللي نسميها الهايست كوارتايل، او احنا في الربع المفضل في العالم، يعني في البلاد اللي هي عندها معدلات شفاء عالية. ان شاء الله بإذن الله تكمل على كده بإذن الله، ويبقى على رمضان في موجة خفيفة بإذن الله.